السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني، إن شاء الله ناخد الجزء الثاني النهاردة في الاقتصاد، الفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس من اقتصاد الثانوية العامة 2018. أول حاجة عندنا هندرس النهاردة الفصل الرابع اللي بيتكلم عن المالية العامة، ركز معايا شوية. ان شاء الله هنقول الحاجات الاساسيات اللي هتذاكر ايه، وفي جزء تالت ان شاء الله بيتكلم عن المراجعه النهائيه والامتحانات والبوكلت والكلام ده كله. اول حاجه في الفصل الرابع بيتكلم عن الماليه العامه. يعني ايه كلمه ماليه عامه؟ ماليه عامه ده فرع علم الاقتصاد بيدرس ايه دور الدوله في تقديم الخدمات العامه والاجتماعيه، وازاي يحول كل ده عن طريق ويموله عن طريق الايرادات العامه. الماليه العامه طبعا في دول العالم بتنقسم الى دول اشتراكيه ودول راس ماليه. انواع الحاجات من حيث شيوع النفع، في حاجات خاصه فرديه تخضع لمبدا القصر والاستئثار، تنصح غلط او اختياري، بيحرم منها الاخرين لان خاصه زي الغذاء والكساء. الحاجات العامه حاجات عامه مطلقه لا تخضع لمبدا القصر والاستئثار زي الامن والعداله، حاجات اخرى تخضع لمبدا القصر والاستئثار عامه برضو بيمكن يحرم منها الاخرين وما ينفع منها للغير لا يتطلب اعباء اضافيه. سلسله الحاجات الاجتماعيه ظاهرها فردي وزاد ينفع بها تطلب اعباء وتخضع لمبدا القصر لكنها نفع عام. طب هنا هل السوق يقدر يوفر الخدمات العامه؟ طبعا لا، يعجز عن تقديم الخدمات العامه. لماذا؟ بسبب حاجتين. اول حاجه طالب الخدمه هو الذي يتحمل التكلفه لا يمكن منع الاخرين من الاستفاده منها. تاني حاجه وجب تدخل الدوله لاشباعها عن طريق سلطه القهر القانوني اللي هو من خلال الضرائب والايرادات السريه. طب يعجز السوق برضو عن تقديم الخدمات الاجتماعيه ليه؟ رغم ان وجودها دافع ذاتي لانه ليس بامكان كل الافراد القيام بها. عشان كده دور الدوله في النشاط الاقتصادي بينقسم الى واحد اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه، ان الدوله بتوفر الحاجات العامه والاجتماعيه اللي بيعجز السوق ولكن دون الغاء او استبعاد السوق نهائيا، زي عاوز اعمل مستشفى حكوميه بجانب المستشفيات الخاصه. طب تاني حاجه اعمل استقرار ونمو اقتصادي. طيب ايه اللي فيه؟ ان السيد كان حتى مطلع القرن العشرين النشاط الاقتصادي ده مسؤوليه الافراد، لكن لما حصل ازمات اقتصاديه بدات الدوله تتدخل، خاصه نركز في دي بعد الحرب العالميه الثانيه، جت اختياري قبل كده السنين اللي فاتت ثانويه عامه. ليه؟ لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. عن طريق ايه؟ بوفر فرص عمل، بوفر استقرار العمله، بحقق معدلات نمو التنميه، كل ده ناتج على عاتق الدوله. طب هنا بقى ثالثا تحقيق العداله التوزيع اللي بتوزع المزايا والاعباء الافراد عشان ما يبقاش في فوارق طبقيه، توفير فرص لمختلف الافراد، ليس من يعمل كمن لا يعمل، المساواه بين الافراد، ما فيش فرق بين اللون بتاعك جنسك ايه دينك ايه الكلام ده كله، لا فرق بين عربين وعجمين الا بالتقوى، والعمل عباده، خلي بالك وركز في دي. الخصخصه بقى هي اعاده توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص في ملكيه واداره وسائل الانتاج. النظام الراسمالي اللي هو السير عالميا دلوقتي بيقوم على عده دعائم، بالنسبه لملكيه الوسائل الانتاج في المجتمع اللي هي الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج، وبالنسبه للهدف المباشر او الاستهلاك اللي بيعظم العائد الشخصي، وبالنسبه لكيفيه اتخاذ القرار وفقا لاليه السوق اللي هو العرض والطلب، اللي هو العرض والطلب. خلي بالك العرض ده كميه يرغب ويتمكن المنتجون من بيعها، اما الطلب كميه يرغب برضو الافراد لا بس هنا من شرائها. يبقى عرض بيع طلب شراء. الخصخصه لها صور خصخصه الملكيه من خلال انا بحاول جزء من وسائل الانتاج المملوكه للدوله الملكيه الخاصه، في خصخصه اداره اللي انا بحتفظ الدوله بالملكيه مع التوسع في التعاقد مع بعض القطاعات الخاصه، زي النادي الاهلي مثلا، نادي الاهلي ملك الدوله لكن بتعاقد مع مدير فني ده خاص اداره. احتفاظ الدوله بالملكيه والاداره مع جزء تغيير جذري في بعض الاساليب الاداره. هنا سؤال، لا تعني الخصخصه تراجع دور الدوله عن اداره شؤون المجتمع ليه؟ لانها تعني اعاده الهيكله، ممكن تيجي اختياري اعاده الهيكله معناه الخصخصه للدور الدولي. الماليه العامه والديمقراطيه السياسيه، في عندي سؤال مهم جدا في الماليه العامه، بما تفسر ارتباط الديمقراطيه السياسيه في العالم بموضوع الضرايب؟ لان الدوله بتفرض الضرايب بالقهر القانوني، خلي بالك، لان الدساتير عامه تقول ايه؟ لا تفرض ضريبه ولا تعدل ضريبه الا بقانون ولازم موافقه ممثل الشعب عليه، تمام؟ عناصر الماليه عندنا نفقات وايرادات. النفقات مبالغ بتنفقها الدوله ليه عم لاشباع الحاجات العامه والاجتماعيه. طب اهدافها ايه؟ بتعمل ايه؟ بتحقق نفع. نفع لمين؟ للعامه كلها والاجتماعيات. لا يجوز ان تنفق الدوله مبالغ لتحقيق منافع خاصه، لا يجوز. ظهرت دعوه لتحدي النفقات العامه نقللها شويه عشان البيروقراطيه اللي موجوده اللي هو الروتين. وفي مبدا اولويه النفقات اللي انا بنفق الاولويات الاول. انواع النفقات عندي يا اما حكوميه مركزيه خاصه بالحكومه المركزيه، يا اما محليه اللي هي القرى بقى والمجالس المحليه الموجوده فيه. طب ايرادات عامه مبالغ تحصل عليها الدوله مصادرها متعدده، ايه هي مصادر الايرادات؟ رسوم، ايرادات، اقتراض، ضرائب،
خلي بالك من كلمة ضرائب، ضرائب اقتطاع مالي من دخول وثروات الأفراد كلها، بحيث لا بتساهم في العملية الإنتاجية. المبادئ القانونية للضرائب قلناها قبل كده، لا تفرض ضريبة ولا تلغى ضريبة إلا بقانون عام لازم يوافق عليه مسؤول الشعب، والمساواة في دافع الضرائب أمام الضرائب، والضريبة يسهم منك أنت يا فرد. ليه عام؟ لتحمل النفقات بس مش عقوبة، ما هيش زي مصادرة الأموال خالص. مش كده الضرائب، أنت بتدفع ضرائب كل حاجة ملكك في الدولة بس بشرط تساهم فيه. نيجي بقى بعد كده، طبعا ده بالنسبة للمبادئ القانونية للضرائب. في عندي حاجة اسمها مبادئ كفاءة السياسة الضريبية، ركز فيها. مبدأ عدالة ومساواة، بوزع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة في ظروفهم النسبية. مبدأ الكفاية، إن الضرائب توفر حصيلة كافية. مبدأ الملائمة، أن تحصل بالأسلوب المناسب في المواعيد المناسبة دون إرهاق للمواطن. مبدأ اليقين، اللي بتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة. طب العدالة الضريبية زمان زي دلوقتي؟ لا طبعا، قديما كانت مرتبطة بالمنفعة، الغني بيدفع ضرائب أكتر من الفقير. أما دلوقتي حديثا بالقدرة على الدفع. طب تقسيم الضريبة حسب الوعاء الضريبي على الأشخاص، ضريبة الرؤوس، على الأموال، على المال الدخل أو منقول أو عقار. حسب سعر الضريبة، ضريبة نسبية، ضريبة تصاعدية. طب حسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة، في ضرائب مباشرة تفرض على الدخل أو الثروة، زي الضريبة الموحدة على الدخل مثلا، غير مباشرة تفرض على الدخل عند إنفاقه. نيجي الموازنة العامة، الموازنة العامة دي وثيقة مالها قانونية محاسبية تبين نفقات الدولة والموارد المالية خلال سنة مقبلة. طب ليه لازم تعرض على السلطة التشريعية حتى لا تفرض ضريبة على الشعب دون موافقة مسؤول الشعب؟ وعشان أراقب الحساب الختامي. إيه بقى هو الحساب الختامي؟ مين يقول الحساب الختامي؟ الحساب الختامي يا سيدي هو الإنفاق الفعلي والإيرادات الفعلية اللي حصلت في سنة مالية سابقة، اللي هيحصل حاليا، اللي يعني بنعمل حساب ختامي الفترة اللي احنا هندخل عليها في شهر 6 ان شاء الله، في 21/6 او 30/6، يعني 1/7 اكون خلصان الموازنة العامة. مبادئ الموازنة عندي سنوات الموازنة طول لمدة سنة عشان اقدر اتنبأ بيها وسهولة توفر المجالس اللي ترقب عليها. وحدة الموازنة تطرق كل النفقات والايرادات في وثيقة واحدة عشان تدي صورة كاملة للنشاط. عمومية الموازنة تظهر موازنة في كل النفقات والايرادات والكلام ده كله. التوازن ان تكفي الايرادات وتغطي النفقات. لكن لو حصل لا قدر الله عجز في الموازنة، بيبقى في تضخم، مستوى المعيشة بيقل، ارتفاع الأسعار بيزيد، اختلال علاقاتنا الخارجية مع الدول التانية، كل ده ناتج من ايه؟ من اختلال في العجز الموازنة. نيجي بقى طبعا ده آخر سؤال عندنا في الموازنة. الفصل الخامس بقى، الفصل الخامس بيتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ النقود والبنوك. ركز، نقود وبنوك، يعني حاجتين. هنا المقايضة هي ايه؟ مبادلة شيء مقابل شيء آخر، ودي صورة طبيعية زمان للتبادل. طب لها عيوب؟ اه طبعا، تعدد السلع كتير. ظهرت عيوب المقايضة، ظهرت بسبب ايه؟ تعدد السلع كتير، الحاجات كتير، مجتمعك بتطور. اما عيوبها نتيجة من ايه؟ ليه المقايضة ما استمرتش كتير؟ قال لك بسبب التوافق المتزامن او المتزاوج في الرغبات. لازم يكون الشخص اللي قصادك نفس الرغبة ونفس الايه الزمن اللي انت عاوز تتبادل فيه. لا تقدم وسيلة لتقييم السلع، اي سلعة بتديها للتاني بس ما بتقيمهاش. تعجز عن الاختزان القيمة، يضطر ان انت تستهلكها او ترميها يعني. بدأت الدنيا بقى تتطور شوية، طلع نقود سلعية، ان انا بجيب سلعة معينة بتاخدها نقود، طلع لها عيب اللي ممكن تتسرق، ممكن تبوظ، تموت، مثلا لو انت بتعمل اغنام سلعة بتبوظ، كلام من ده. طلع بقى بعد كده نقود معدنية ذهب وفضة، شوية شوية بدأت تظهر فيها مزايا اللي هي غير قابلة للتلف، قابلة للتجزئة، يسهل حملها. شوية شوية طب الذهب كتير ممكن يسرق مني، طب وديه عند واحد ياخد ايه ورقة منه اللي هو البنك نوت. شوية شوية طلع النقود الائتمانية. شوية شوية احنا فعلمنا اللي احنا عايشين فيه المدفوعات الالكترونية بقى، اللي هي وسائل الكترونية الموجودة، بطاقات الائتمان بتدي اللي حاملها ائتمان، مزاياها بتعفي الافراد من فوائد دفع فوائد لمده محدده، بطاقات الحسم القسم الفوري، بطاقات التصرف الالي، بطاقات المدفوعه مقدما، كل ديت مدفوعات الكترونيه. ماشي، نيجي بقى نشوف لحاجه اسمها النقود الالكترونيه. النقود الالكترونيه نوعين، يا اما بطاقات ذكيه، دي بطاقات بتبقى مثبته على شريط مغلط كده، يا اما طبعا ليها مزايا بتحمل بقيمه معينه من حساب العميل وفيها كافه البيانات بتاعته. اما نقود رقميه، نقود تاخد شكل نبضات كهرومغناطيسيه، كارت ذكي معاك. الواقع بقى اللي احنا عاوزين ننشرها، يبقى لازم يبقى في بنيه اساسيه، محلات تجاريه خاصه بيها. طبعا بدات تنتشر في مصر وموجوده في العالم كله دلوقتي. طب نشوف بقى السؤال المهم جدا جدا ان شاء الله في 2018 السنه دي، ما وظائف النقود؟ قوه شرائيه، لازم تدي لمن يحمل الفلوس يشتري من يشاء. النقود وسيط في التبادل عشان هي وظيفه اساسيه للنقود. النقود مقياس القيمه، تقيم القيمه بتاعتك بتاع السلع اللي انت هتبيعها وتشتريها. مخزن القيمه تقدر تحتفظ بيها،
عشان تقدر تديك في المستقبل فيما بعد، قنطرة للمستقبل. انت بتعرف النقود كل شيء ماله عام يتمتع بايه؟ بالقبول العام لكل الناس ويكون بتلك الوظائف السابقه، وصف التبادل، مكاسب القيمه، مخزن القيمه. طب هنا النقود ظهرت، يبقى لازم يظهر العنوان الثاني الموجود في الفصل بتاعنا، البنوك. البنوك والمصارف مؤسسات ماليه مالها وسيطه، ماليه وسيطه يعني فلوس واسطه، لانها بتقوم بتجمع مدخرات الافراد وبتستخدمها في اقراض الافراد الاخرين اللي هو المدخر والمستثمر. يعني فوائدها ايه؟ بتجمع مدخرات الافراد اللي عنده فائض، وبتحقق منفعه بعد كده للاقتصاد اللي هي بتديها للمستثمرين بيستثمروه. طب البنوك كتير عندنا في مصر، بنك تجاري زي البنك الاهلي مثلا، ده غير متخصص، بنك مركزي اللي هو طبعا رئيس البنوك كلها، وبنك البنوك اللي هو المسؤول عن النقود النقديه، وده موجود في الفلوس. لو انت جيت تشوف الفلوس هتلاقي الفلوس مكتوب عليها البنك المركزي. البنوك الاستثماريه بتجمع الاموال كلها، تصريف المستثمرين، بتعمل تمويل طويل الاجل زي موجود في الولايات المتحده وانجلترا. بنوك متخصصه عندنا موجود بنك الائتمان الزراعي مثلا. كل ده ادى الى ظهور بنوك شامله لم تتقيد باي تعامل. بنوك الكترونيه تعمل بالكامل من خلال الانترنت وليس اللقاء المباشر. تمام، كل ده انواع البنوك. نيجي بقى لحاجه عندنا تانية، البنوك والنقود الرقميه. ماذا يحدث اذا اسرفت البنوك في اصدار النقود؟ يعرض الدوله كلها للضياع، بنوك هتفلس، حقوق الافراد تضيع، ازمات كتير في الدوله، اصدار النقود على البنك المركزي قاصره عليه. بس الغطاء النقدي لازم يكون فيه نسبه ذهب او فضه او سندات او اوراق ماليه مقابل انت بتطلع نقود. البنوك والنقود الائتمانيه لاحظت البنوك كلها التجاره بالافراد بيكون بيضاع نقودهم، فبدات تطلع شيكات عشان النقود الائتمانيه مديونيه البنك كما انها مسجله في دفاتر، والشيك هو الوسيله المناسبه لانتقالها من عميل لاخر. خلي بالك ليست الزاميه، لان الفرد ما زال حرا في التعامل بيه. عندي في فرق بين السهم والسند. السهم والسند، ده السهم ده صك او ورقه ماليه تمثل حصه الشريك في راس المال، يعني شريك في الشركه دي. اما السند صك او ورقه ماليه تمثل دينا لصاحبها تجاه الشركه. خلي بالك انا عامل مقارنه هنا بقى بين السهم والسند. السهم يحق لحامل الاشتراك في اداره الشركه، اما السند ليس له هذا الحق. السهم يحق لحامل السهم الحصول على اربعه، هنا له فايده ثابته. له فايده ايه؟ ثابته. لا يحق لحامل السهم استرداد قيمه اسهمه الا طول ما الشركه موجود. هنا يحق لحامل السند يقوده في اي وقت، بس خلي بالك لا يحق لحامل السهم في حاله حل الشركه لا قدر الله وتصفيتها ياخد قيمه فلوسه الا لما صاحب السند ياخد ايه؟ ياخد حقه. ده حق ولابد منه. تيجي بقى بعد كده واخر جزئيه عندنا فصل خامس، سوق الاوراق الماليه. عندي اهم سؤال فيهم، اهم وظائف البورصه، تعبئه مدخرات الافراد، ركز فيها قوي لانها تيجي في الامتحان ان شاء الله. تعبئه مدخرات، توفير سوق دائم ومستقر للمدخر والمستثمر، توفير سيوله لحجز الاوراق الماليه، توفير ضمانات، توفير مؤشرات حقيقيه. كل دي اهميه وظيفه البورصه، ركز فيها شويه. تمام، اقل حاجه ثلاثه او اربعه فيه. طب ليه شركات توظيف الاموال فشلت في مصر؟ قال لك بسبب غياب الرقابه، مفيش، كانت بتحقق مصالح خاصه على حساب المصالح العامه. طب ماذا يحدث لو غابت الرقابه المحكمه عن شروط البنوك؟ اسراف البنوك في اصدار النقود، تعرض البنك للافلاس، هتضيع حقوقه، هيفقد الافراد ثقتهم في البنك، ارتفاع الاسعار، انخفاض مستوى المعيشه، مديونيه البنك هتضيع. كل ده لا يعني مش شرط مديونيه البنك لا تخص وحده بس، ده هي مديونيه على الاقتصاد القومي كله، عشان لازم المراقبه السريعه من قبل البنك المركزي. ده الفصل هو الخامس. نيجي بقى في اخر فصل عندنا، الفصل الثالث، بيتكلم عن حاجه اسمها العلاقات الاقتصاديه الدوليه. العلاقات دي بتشمل التجاره، انتقال سلع وخدمات، انتقال رؤوس اموال، انتقال عناصر الانتاج، الكلام ده كله. المهم خاصه اللي فيه حلول سياسيه، في اختلاف عمله، في اختلاف عادات وتقاليد، في تكاليف للنقل. انا ما يهمنيش في شيء الا التعريف ده، ما هو المقصود بميزان المدفوعات؟ سجل ماله عام محاسبي ليه؟ لكافه المبادلات اللي بينه ومين ومين، مقيمين في الدوله ومقيمين خارج الدوله بس خلال سنه. او ليه تعريف تاني، سجل لما تحصل عليه الدوله من ايرادات وما تدفعه من مدفوعات. اقصبك ايه يا عم الميزان؟ قول لي بقى. انا عندي ميزان او حساب العمليات الايه؟ الجاريه، اللي هو بيشمل ميزان، خلي بالك تيجي مقارنه بقى، ميزان التجاره المنظوره والغير منظور. لاحظ هتلاقي الفرق في كلمه. التجاره المنظوره بص فيها، والتجاره غير منظوره فوق، يشمل الصادرات والواردات من السلع ايه؟ الماديه. تحت يشمل الصادرات والواردات من الخدمات الغير ماديه. ده فوق زي ايه؟ القطن والبترول ملموس اهو، اما الثانيه سياحه، مصاريف نقل، الحاجات دي كلها. يعتبر ميزان العمليات الجاريه اهم قسمين ميزان المدفوعات. ليه يا عم؟ قال لك لانه يتعلق بالصادرات والواردات من السلع، وفي نفس الوقت تؤثر بشكل كبير على مستوى النشاط الاقتصادي. طب ايه تاني ميزان عندي؟ ايه ميزان العمليات الراسماليه؟ يا اما راس مال طويل الاجل، يا اما راس مال قصير الاجل، يا اما اتجاه مدفوعات. طب يا ترى بقى متى يكون الميزان في حاله فائض، ومتى يكون في حاله عجز، ومتى يتساوي؟
بصوا من الاخر، لو الصادرات زادت عن الواردات اعرف ان انت عندك فقر، وده كان زمان محمد علي بيقول الكلام ده، البلد القويه التي تصدر ولا تستورد بنسبه كبيره. اذا زادت صادراتك عن وارداتك اعرف ان ده فقر. طب لو العكس، اذا زادت وارداتك عن صادراتك يبقى انت عندك عجز. إيه طب ايه تم ايه كمان؟ امتى يحصل توازن؟ لو اذا تساوى الجنبين. القروض والتسهيلات، في قروض قصيره الاجل اللي بتديك تسهيلات بسيطه، قروض متوسطه وطويله الاجل ترتبط بالمشروعات الكبيره. اللي عندي فيه سؤال هنا جه من بين السطور، الاستثمارات المباشره هي صور انتقال رؤوس الاموال لانها حقوق ملكيه وبالتالي تضمن مشاركه في الاداره والارباح. طب منح واعانات ومساعدات، عرفت زمان قال لك بعد الحرب هي العالميه الثانيه، ركز فيها تمام. ليه؟ قال لك من اجل التنميه ومواجهه ظروف خاصه زي الكوارث مثلا، ولا تتضمن، خلي بالك من دي، لا تتضمن التزاما على الدوله المستفيده برد المبالغ، عكس القرض. لو انت جايب قرض لازم تسدده. طب لو انت جايب قرض من صندوق النقد الدولي بتسدده. طب لو جايب الدوله مثلا جابت لك معونه، جابت لك اعانه، ده لا تسدد، بس مفروض عليك لو حصل عندهم حاجه بتديهم زيها تمام. اخر جزئيه عندنا في منهجنا تطور نظام الاقتصاد العالمي اللي هو العولمه، ظهرت بسبب الازدلال التدريجيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، جاي نحو توحيد القوانين، نشر الديمقراطيه، احترام حقوق الانسان، وبدات الدين كلها بفضل الاعلانات التجاريه وجود شركات معدده الجنسيات، كل ده ادى لظهور العولمه. يعني ايه عولمه اصلا؟ العولمه الاقتصاديه ان كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج، شوف كل كيان ماله اقتصادي ماله يتكامل ايه كمان ويندمج مع غيره ليتكون مجموعه اقتصاديه على مستوى عالمي. طب العولمه دي رافقه تغيرات، حدوث تحولات عديده في هيكل الانتاج، ظهور ثورات علميه في الهندسه الوراثيه حتى في الزراعه، حركات رؤوس الاموال زادت قوي، تحرير الاقتصاد الوطني، ده احنا بنسمع اسعار خياليه مثلا عن اسعار اللاعبين اللي مثلا زي غسيل الاموال بنسمع عنها كتير. التاثير العولمه على الدول الناميه منحتها فرصه للنفاذ الى الاسواق الخارجيه، ما تعرفش المنافسه، فظهر حاجه اسمها تريبس او التربس، ده اللي هي حقوق ملكيه فكريه. نيجي بقى للمتطلبات اللي يجب ان تهتم بها الدوله السعوديه. انا عاوز كدوله عاوز اسعى للتقدم، اعمل ايه؟ عندي حاجات كتير اعملها، اعرف منها اربعه. الاعتناء بالتنميه البشريه اللي هو التعليم اساسي، ده شيء اساسي، وماليزيا عملت كده والبرازيل عملت كده. تهتم بالبحث العلمي والتطوير، تطوير الانتاج كما ونوعا، خلق طلب متزايد، الدوله تعتني بخلق تكامل اقتصادي وحتى على مستوى الافراد. خلي بالك ماليزيا انتقلت من تحت لفوق من الصفر، كوريا عندك، البرازيل بعد ما كانت فلست انتقلت من تحت لفوق. العالم متقسم الى شمال متقدم في الالفيه الثالثه وجنوب متخلف. شمال متقدم اليابان، اوروبا، الولايات المتحده، الناس اللي فوق خط الاستواء، تطور هياكلها، معدلات مرتفع، دخول مرتفعة. أما جنوب متخلف ربنا يعافينا من التخلف، شرق وسط وجنوب آسيا وقارة أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية، طبعا مش كلها لأن في أماكن فيها زي الصين والنمور الآسيوية خارج التصنيف ده كله. ده بتتميز بالتخلف النسبي، معدلات منخفضة، دخول منخفضة لمواطنيها، كل ده. ده بالنسبة لمنهجنا الاقتصاد الجزء الثاني في منهجنا كده. الحمد لله أنهينا شرح ومراجعة سريعة على الاقتصاد، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بحيث يصل لكم كل جديد وإشعار جديد من قناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصل لكم كل جديد. القناة فيها حتى تعليم وثقافي هتفيد كل المستويات عندنا، وإن شاء الله نتواصل معكم في كل خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.